في النجف بالتحديد حي الشهداء، اشتكوا من وجود الكابسات الخاصة بالنفايات موجودة في داخل الحي، تقوم بعملها بداخل الحي. فيقول لك احنا راح نشوف احنا المادة، يقول لك يعني ما ترهم غلط، لا يمكن انه تعمل كابسة النفايات او داخل الحي، يعني هي المفروض انه تاخذ النفايات وتطلع خارج المدينة، هناك اماكن للطمر الصحي، بس داخل ما اعرف ليش. يعني هاي شوف السيارات باعدادها الكبيرة، اكيد رائحة واكيد امراض، مو سيارة سيارتين، شوف قاعد تشوفون اكو قطط سائبة واكيد كلاب واكيد حشرات واكيد جرذان، لانه نفايات مالت المناطق يمكن كلها تجي هنا مالت الاحياء، هاي بهذا المكان تركين وريحتها زين، يعني هذا هو مكان البلدية، البلدية مأجرته يعني امام المنازل، والناس تفتح بابها تلقى سيارات النفايات والكابسات امامها. القضيه شوي غريبه، ما اعرف هذا المكان مأجرينه البلديه وماخذينه، ما عندهم مكان مستثمر هاي السياره يعني، او سيارات المستثمر مثلا. فهاي القضيه ما احنا نطرحها امام بلديه النجف الاشرف، هذه السيارات والكابسات موجوده في حي الشهداء مثل ما قلت في النجف.